سالب شحال بيض هذاك لانتيك الايطالي ديك من البلاصه اللي فيها الطيور كلاسيكي بزاف واه صباح الخير ولقيتوني دابا سوق السبت نقولوا بسم الله كنتمنى ان شاء الله اليوم تكون شي حصيله واي حاجه ان شاء الله قدامي غنبارطاجيها معكم البلاستيك هذاك لانتيك الايطالي كافالي هادو الارقام ديال الديار غالبا تيكون 0 1 2 3 فهمت حتى 9 وهنا عاوتاني اشحال ديال لا بشحال الثمن ديال هادو هادي الثمن ديالها 40 درهم ها واحد الديكور زوين هنا ها هو كاين هاد المقيرج ها هو هاد المقيرج هذا زوين هو ضروري خصني طويات الثمن ديالها 10 ديال الدراهم كاينين ثلاثه الانواع ديال الساعات كيف كتلاحظوا هذا هو النوع الاول كتكون فيه واحد العجله اللور كدور هذا كيتسمى النوع الاوتوماتيكي وكيتشارجا غير بهذه العجله اللي كدور اللور وكاين حتى واحد النوع ديال الاوتوماتيكي ولكن ما كتكون زجاجه اللور كيكون يعني حديد اللور ولكن ما تجيبهاش لك ديك العجله النوع الثاني كتبقى مكتوب واحد الرقم 6 في الساعه ديالك كوارتز هذاك النوع كيتسمى كيتشارج بالحجره يعني الحجره كدوز معك واحد المده فاش كتسكت خاصك تبدل ليه الحجره ديالو وكاين النوع الثالث اللي هو القديم بزاف كيتسمى الميكانيكي يعني من هاد البلاصه اللي كتحقق بها الساعه ديالك الا ما كانتش محققه هنايا كتشارجي داك النوع الميكانيك تتسمى الميكانيك فاش كدور هاد العجله هاد اللي كتكون هنا كتبقى تسمع واحد الصوت سانشيرز هذاك فيها واحد القيمة كبيرة ناقصة هادي زويونة خلا ديال ديك شيومي السيو ديالها زويونة نعرف شناهي هادي فيها واحد الريحة زويونة هاهي شانيل شتي هادي كوكو شانيل سانشير زوال لا ما كاينه شحال هذا بورت كلي زوال خم قطع هذا البورت ديالي درت الصورة ديالك هنا تجي زوال كدير الحجر من هنا ديال المخيم زوال شابر هذا ميزان ديال الجرام من واحد من 0.1 حصل 500 جرام نص كيلو تبارك الله شوف واحد التليفون قديم بزاف واخا من هنا كتسمع وهنا تتهضر راه جابالي بقات عندنا مسكين في الطوموبيل ما فرطش فيها ديال الخشب ولكن راه شي حاجه راه واو ما شاء الله
واصدقاء الصفحه تيسولوا على شي حاجات قدامين بحال الهاتف هذا يشاركوا به في واحد المسابقات او واحد البرامج كيبيعوا فيهم شي حاجات غاليين بزاف. انا كنصحكم بشي حاجه ديما تكون اثريه وتكون عندها شي قيمه، يعني قيمه تذكاريه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني ما عمرك ما تاخذ غير شي تليفون قديم مصابات تقول نشارك به بشي حاجه باش تربح الفلوس. مانيت قديم الصراحه، ما عرفتش ديالاش. عقلت على هذه تيليزا سقط بني هاد الديورة. هادي بوشيت ديال ايفون 12 وقيلا ميني، لي خاصو راديو. انا لقيت لكم راديو بثمن ماشي 10 دراهم فابورا. صوت درام لي خاصو. مرحبا، هاد البلايص هادو ديال 10 دراهم باش كيعجبوك تقدر تلقى شي حاجة زوينة ب 10 دراهم. فهمتي هاد اللعيبة هادي ديال بحال ديال تريبي يونيفرسال ديال شي حاجة صغيرة. كاين بزاف ديال الحاجات ب 10 دراهم. انا لقيت خد داك الراديو ب 10 دراهم عاوتاني. انا بليتي تخرجت من الداخل. يعني حتى نتوما فاش تبغيو تشريو شي حاجه واخا تبان لكم كتلمع يعني مازال جديده، حاولوا تحركوها. سمعوها، الا كانت كتقرق من الداخل يعني كتحرك من الداخل، غتعرف داك المنتوج او داك الشيء اللي تاخذ نتايا راه فايت طايح، ولا طاح من الداخل ديالو بحال كيتحركوا ليه داك الفيزات او تيتهرسوا ليه. لحد الساعه خديت غير شي حاجات زوينين، بان لي الاثمنه تقريبا في المتناول. حتى البياع تيبغيو يبيعوا، بعض المرات كتبقى تسمع انه تيقول لك شحال تعرف، تيقول لك الثمن، تيقول لك اراء وكتشوف فهمتي كتكون شطار بزاف. وصاك برد فين في اصلي نهاية في اسمية القديمة وقال لا بربريز اسمك. هذا ديال لامارك باكو رابان فانطوفة زوينة رويال. لقيت شنو طالع واحد البلاصة كاملة عامرة غير بالشوا. وهاد البلاصة هادي إلا بغيتي تعرض على شي واحد وما عرفتيش فين تجيبو، جيبو لهاد البلاصة هادي 100% غيعجبو الحال. كاين الشوا جميع الأشكال، كاين الجمل تبارك الله راه غالي ولكن زوين. وتناكل هادي الأكلة المفضلة عندي تقريبا هنا. كاينة كدير الدروة كدير معاها اللحم ديال الجمال، واخا هو غالي شوية ولكن يستاهل. تخيل ملي كتجيبك الدوخة فاش كتاكلها، وهادي شكونو كتلاحظوها بالنسبة للناس اللي جربوا اللحم ديال الجمل. نسيت مرة جيب الوالد والوالدة تا هما هنايا تهلا فيهم، راه داكشي انا ما نعاودش ليكم. الوالدين ديالنا تبارك الله عليهم عزيز عليهم الشوا بجميع الأصناف ديالو تهلا فيهم هنايا. راه الجلسة راه كتبي راحة نفسية. جلسة هنا وشي برد ديال أشي قديم وفي ديك القيطون صافي سالات سال عندك النهار. هادي النهار زوايون والله، جربوها وردوا عليا. اللي يبغي يرتاح نفسيا يجي لاي سوق، راه تبارك الله الاسواق راه كاينين في جميع انحاء المملكه. جيو وعيشوا لي هذيك الاجواء جميله. تبارك الله انا وصلت لكم البلاصه اللي فيها الطيور جميل اشكر ما شاء الله زوايا والله ما عرفتش السمية ديالهم راه ما عنديش. كاين العشاق ديال جميل اصلا ديال الطيور. تبارك الله البلاصة هادي اللي خاصو الفراخ يجي ليها كاينين كاملين هنا. واو ما شاء الله هنا راه السوق هنا بوحدو عاوتاني سوق. عبد الله صدق شو سميت ديال هاد الفراخ؟ شنو؟
لا لو بسات زوين 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 ما شاء الله قولوا ما شاء الله بس خلق العزيز المهم هذا راه الصوق اللي خاصه شي حاجه كاين الماكلات كاين نولي نفهموا شويه في هاد الفروخه ياك هذا جو زوين وانا تيلعب اي سوري زوين كاين كلشي الديكورات نجيبو يدو هنايا هادو بحال العش ديال إذا كان عندك في الدار غالبا تكون كتطلقو تيخرج من هنا تحط ليه واقيلا الماكلة وكتني طويلي من هنا تبارك الله ما شاء الله كاين حتى الحمام كاين حتى الحمام الحمام تاعك أي واحد الحمام دور وساوس كيس زعما الوليدات الصغيوات كاين اللي تيكون غالي بزاف فهمتي كان تيصب ليونه يا ماس واحد الصديق ديالي كان مربي الحمام انا راه مازال فهمتش هذا باين طباخ هذا تنشكر هاد الاصدقاء اللي تيبيعوا الفروخه والله يسهل عليهم ومزيد من العطاء ما شاء الله كدوز من حداهم تما كتحس بواحد الفرحه والانسان كاين اللي باغي يشري وفرحان وكاين اللي باغي يبيع حتى هو فرحان او ما ساخيش بداك الفريخ ديالو اللي رباه وكبروا عنده صافي شحال البيض هنايا الدجاج تتشريه ديريكت كاين هنايا المذبح ديالو بسم الله واول حاجه في الحصيله الثمن ديال 10 ديال الدراهم كيطلق الاصوات هذه ليد ديال الفيلو كتلصق في الحديده ديال الكوسان والثمن ديالها 5 ديال الدراهم وغيخصها غير واحد لاسيك ديالها باش تلصق هو اللي كان راه اصليه راه ماشي ديال تشاينا وهذه ساعة تشطرت معها عليها وخديتها بالاخر باخر ثمن اللي هو 10 ديال الدراهم يعني خاصها غير واحد النيطواياج ديال السنتور ديالها كيف كتلاحظوا البزيم ديالها راه عجبني بزاف بزيم يعني راه ما تلقاش ناديه كيف كتلاحظوا هذا راديو الثمن ديالو 10 ديال الدراهم مازال جديد وزوين بزاف وراه كنت لقيت الراديو الثاني كنت باغي ناخذه لقيناه كيتحرك لداخل ديالو يعني دي الحصيله الجميله وهنايا كنكون وصلنا لنهايه ديال لا فيديو ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعاليق واللي عجبو الفيديو خليه مع لايك فولو لا باج ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد Thank you.